واليمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: أيمان المسلمين هي التي تعقد بالله أو لله، تعقد بالله أو لله. ولذلك قال: أيمان المسلمين التي يترتب عليها حكم ستة أقسام لا سابعة لها: الحلف بالظهار يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا. علق هنا، يمين، مع أنه تلفظ بلفظ الظهار، قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا أو إن ذهبت أو كذا، فهي يمين إن أراد اليمين، لكن لو أراد الظهار فظهار، وإن أراد الطلاق فطلاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن لو قال لزوجته من غير ما يعلق: أنت علي كظهر أمي، ظهار، ظهار، لأنه لفظ صريح. لو قال: إنما أردت الطلاق، نقول: لا يقبل. لماذا حصل هذا التفريق؟ نقول: لأن هذا اللفظ أصلا صريح في الظهار. الأمر الثاني: لو قلنا كما قلت لكم، انتبه، المقصود من هذا أنت عليك ظهر أمي، ليس المعلق. إذن لو قال أنت عليك ظهر أمي فظهار، لأن اللفظ صريح في الظهار. ولو قلنا يرجع على حسب نيته، إن كان طلاقا فطلاق، إذا لرجعنا إلى حكم الجاهلية، كانوا فيما مضى يجعلون الظهار طلاقا. وضحت؟ طيب، هذه أيمان شرعية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يقول كل هذه الأقسام التي يلتزم فيها المسلم بشيء عليه وتكون فيها الكفارة هي داخلة ضمن عموم قوله عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولا يدخل في ذلك ما كان حلفا بغير الله، فيقول: ما كان حلفا بغير الله عز وجل فهذا ليس فيه كفارة، ليس فيه كفارة، لأن الكفارة إنما في الشيء الذي يكون به حنث، وهذا هو الالتزام، لأن أصل اليمين بالله عز وجل الالتزام. فيقول: كل يمين ألزم الإنسان بها نفسه بأي صيغة تدخل ضمن ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذه ليست حلفا بغير الله، لأنه كما سبق قلت ماذا؟ قلت أيمان المسلمين أن تعقد بالله أو لله، تعقد بالله إما باسم من أسمائه وبصفة من صفاته، أو لله المذكورة: الحلف بالطلاق، الحلف بالنذر، الحلف بالظهار.